مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاصل ونواصل. هي من أطيب خلق الله، إلا ما دويتيهاش ما تدويش، وإلا ما نوطيهاش ما تنوطش، وإلا ما عصبتيهاش ما تعصبش. وهذا هو الدور ديالنا اليوم. اليوم معنا النجمة المغربية نجاة الوافي، غادي نحاولوا أننا نعصبوها ونشوفوا هاد الحلقة فين غتخرج. غير الله يسر ودعوا معنا. فاصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيفة وكيعلموا أنها غتحضر معنا البرنامج جوابك لويز، وهو برنامج مسابقات خفيف من خلاله كتربح الضيفة الجمهور الحاضر في البلاطو. ضيفك يسحب لي غادي تشارك في برنامج عادي، اللي ما عرفاش أن المتبري اللي معاه فاتي جمالي والجمهور الحاضر ديري اليد مع مراد باش يعصبوك. والسموحات من دابا. معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج جوابك لويز، هو برنامج فني يستضيف نجوم الفن والثقافة في المغرب. غادي نقشموا ونضحكوا معهم وغادي نربحوا اللويز، غادي واحد اللعبة رابح خاسر. ولكن اليوم حيت هاد الفنانين مدبرين الحركة وعندهم الفلوس، اليوم اللي غيدي اللويز هو الجمهور اللي معنا حاضر. أنا فرحان وناش لأنني غادي نستضيف أول نجمة ديال هاد الحلقة، النجمة الأولى في الصف الأول وفي الكرسي الأول، معايا نجاة الوافي. مرحبا بك، تفضلي. نجاة الوافي مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. مبروك عواشرك. شكرا علينا وعليكم على الجمهور الحاضر معنا. لا نجاة الوافي، انت من الفنانات اللي كبرنا معاك. بزاف الناس كيقولوا بان التمثيل ديالك بارد، واش عندك مشاكل عائليه او ربما تراجع في الاداء الفني؟ كاينه مساله اذواق. ما كتقريش شنو كيكتبوا عليك في فيسبوك؟ وقيل انا كنقرا اكثر منك. حيت حنا كنديروا فوكس جروب وكنعرفوا شنو كاين. هذا هو الكونسيبت، هذو هما الاسئله اللي غادي تجاوبش. ما عجبونيش. فاصل ونواصل. لا ماشي بالضروره يعجبوك، حنا كنسولو. انا كندخل لواحد الكونسيبت اللي غادي يعكس شكون انا، اما كونسيبت اللي بهذا الشكل هذايا ما حيت هذا البرنامج هذا غيعكس شكون انتيا. هادو اسئله ربما تجاوب هذا كيعكسك انت شكون انت يا مراد. لا حيت هادو اسئله عاديه يبانوا ليا. لا يقدر يبانوا لك عادي لان انت ما كتشخصش العالم، انت بوحدك انت كتشوف من منظورك ومن زاويتك، وهاد الاسئله هذه بالذات يعني ما جاتنيش كتبين على ان كاين اجتهاد فيك نتايا. لا كاين اجتهاد، وبحال انا بحال المرايا ديالك، الا ما عجبكش الحال. لا انت ماشي مرايتي، ما يمكنش، انت مريت راسك. نسولك على الجديد ديالك؟ نسول على اي حاجه غير ما تبسالش، فهمتيني؟ انا باسل. خذ راحتك. انا باسل. لا انا ما تنقولش انت باسل، تنقول ما تخليش الكونسيبت يبسال. شنو الخطا اللي درتي في حياتك؟ كنصوروا دابا؟ لا ما كنصوروش، انا سولتك باش عابيني وبينك. واش نصوروا ولا لا؟ اللي بغيتي. مراد الله يخليك، الاسلوب الاستفتازي ديالك خليه عندك، حنا عطيناك معلومات صحيحه بارطاجيها مع السيده وخليها تقول رايها. ما هادو ما اسئله ما والو اللي عطيتيني. مراد طولتي يا صاحبي، طولتي بزاف. ودخل لي حتى في الكونسيبت ديالي. اختي نجاة نكملوا عافاك، الله يرحمك الوالدين، نكملوا. ما كاينش الغوات. غوات بحال هكا راه كاع كنعرفوا نغوتوا، اسهل حاجه هي نغوتوا. واش تفهمتي انت وليكيب ديالك ولا غنكملوا؟ غنكملوا. لا غندخلوا للضيف ونكملوا ليميسيون. والضيف فين هو الضيف؟ انا بالي تضيف. يلا عافاك عافاك، ندوزوا للضيف. عافاك تفضلي اختي. لا كاين عافاك، الا كان ضيف عافاك دخلوا. شكون غيجي دابا؟ شكون غيجي دابا؟ عافاك شكون اللي غيجي دابا؟ سمعتك. يلا 3 2 1 اي. الضيف الثاني في هذه الحلقه من بعد النجمه المغربيه نجاة الوافي، معايا فاتي جمالي. بلاتي باردون غير ما بقاتش ليا الميكرو. باردون شكون يقاد ليا؟ مراد عافاك واحد دقيقة. شنو ما شرحتيش ليا الكونسيبت ديال البرنامج. كيفاش نشرح لك الكونسيبت؟ اش من كونسيبت؟ ما في خباريش انا حتى دخلوني بوغ مو، انا كاينه بوحدي. نو كيفاش كاينه بوحدك؟ السيده رجعت قبل منك.
وباش تحميو الطرح شعل العوافي مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي تسمع وتزيد تشعل. واش شرحتي ليا؟ انا شرحت لك مشاكل بزاف في البلاطو الدراري. هاد المره ملي تعيطت لي زانفيتي عرفت تشرح. لا 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 نجاس نكملوا عفاك غير مشكل تقني معاه نكملوا. لا راه وقيلا نسيتو بانه الميكرو محلول راه سمعنا. اكوب عفاك كوب مراد راه الا بقيتي تغوت بحال هكا راه غنمشي انا. ماشي معاك اختي عندي مشكل انا ما عنديش معاك مشكل في نهائيا. ها ما تبقاش تغوت بحال هكا حيت انا ما تنستحملش بحال هاد سميتو هادي سون بريسيون بور موا وانا ما نقدش عليها. يلا 3 2 1 اي ودابا جا وقت الضيفه الثانيه في هاد الحلقه معايا ومعكم فاتي جمالي. فاتي جمالي مرحبا بك. شكرا ربي يخليك. شنو رايك في اداء التشخيصي الباهت اللي كدير فاتي جمالي؟ انا كنعتبرها فنانه. شنو ربما كدير شاو في الاعمال ديالها. لا ما فهمتك شنو كتقصد. اداء شنو؟ الاداء اللي انا بالنسبه ليا انت من الفنانات اللي اتنبتوا في الساحه الفنيه. شنو ظهر لك؟ لا واش كتهضر مني انت كدير الاسئله؟ لا سولتك سؤال. لا 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 شويه ديال الاحترام والله حشومه هادشي اللي كدير وما تسولناش اسئله تافهه بليز. لا عفاك احترمي راسك شي شويه. انا احترمي راسك شويه والله احترمي راسك شويه فاتي. حيت انا محترمك وجايه عندك ومكبره بيك اما تجيبني باش تطيح بيا وتبهدل بيا نو سي با بوسيبل. لا غطرح اسئله مقاده ولا تحدى فينا ما تبقى. حيت فريمون مراد اخويا هادشي ديالك ما سميتو ما يمكنش فنانه دارت اعمال ودا تقول لها ديك الهضره ما كتبقاش. اش من اعمال دارت؟ حتى وحده فينا ما عارفاش دارت وكلشي جميل جمالي عارفين اش كدير. كيفاش اش كدير؟ اش كدير؟ واش انت باغي حرويده السكر؟ لا واش دابا هذه حلقه باغي تدوزها انت في رمضان من نيتك؟ زعما شناهي؟ لا لا كنسول. لا شوف اما غادي تهضر هضره مقاده ولا غتخلينا نمشيو بجوج بينا وباقي الله جلسات قلتي لها الاداء الباهت. وانا قلت لها هي ما قلتهاش لك انت. لا وانا هي كيما الا احترمتيها راه احترمتيني ولا ما احترمتيهاش راه ما احترمتينيش حتى انا. لا انا كنحترمك انت. لا لا تي با نورمال والله. يلا 3 2 1 اي لا 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 عين عين ما غنبداوش يا اما غتقاد هذاك الشيء ديالك ولا تخلينا نمشيو حيت لا غطيح بيا ولا غطيح بها ولا بغيتي دير بحال هاد البساله هادي غدير بوحدي. لا ما تقوليش لي البساله. لا وصافي يا مراد واحد من قبيله وانا كنصبر ليك اصاحبي وانت جالس غا زايد فيه عا زايد فيه. ما تقوليش لي يلاه دخلات. ما تقوليش لي البساله. لا لا الا غيزون الا غيزون مراد سا سفي با صافي فريمون شوف عاود الاسئله عاد غنكملوا معاك. ضيفنا علاش نتوما حاسين براسكم؟ كيفاش حاسين براسنا؟ كتحسوا براسكم بحال اللي واعرات وانا اللي ضعيف. حاشا 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 علاش محتقريني؟ لا حاشا بالعكس انت عارف حنا تنحبوك وتنحترموك سينو ما نجيوش عندك وحنا راه عرفنا بان المنشط هو المراد العشابي دونك سكيفي كون ما كانش ليك احترام ما غاديش نجيو. فهمتي انت الغلط اللي درتي هو انك ما درتيش معنا باش تقد معنا فهمتيني هادشي اللي كاين. حيت ماشي بالضروره انا بغيت ندير لكم مفاجاه عنصر مفاجاه. لا بالعكس انا بالعكس انا عزيزه عليا فاتي مزيان اللي لقيتينا عير لان انت حرجتيها في الاول حتى جات دخلت لقاتني دونك من حقها انها تعرف. هي قالت لي بعدا نقولها قدامها هي قالت لي بعدا علاش سبقتيها؟ انا قلتها لك. قلتيها ليا؟ ناري ديكغاف والله. لا عفاك كوب علاش كتنافقي فاتي؟ واش كتهضر منيتك؟ نجات انا راه عندي اني شان. آه قالت لي لا شوف شوف واخا تبغي دير بحال هادشي هي من حقها من حقها تقول لك دي انا بغيت نكون بوحدي حتى انا كون مثلا كنت انا في بلاصتها. هي قالت لي شكون هي تسبقها؟ انا لا لا انا راه عندي شان. مراد 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 انا هادشي ديالك وتلاقيت سلوكه ما عنديش معاهم. لا لا احترمني. لا انت قلتي لي انا سبقني ما تسبقهاش هي الاولى دخلني انا الاولى. وسيبوزون كاع يقولها لك كاع شي حد كنتي تستغر احترم السيده اللي جالسه واحترم خليها ما فتينا بها دابا والو حنا كنصوروا علاش تقولها لي في وجهها وتوت فاسون من حقها توت فاسون كل واحد اقسم بالله ما قلتها والله اختي لا الدنيا هانيه من حقك انك الا بغيتي تدوزي بوحدك دوزي بوحدك. تيغراف نسولك سؤال اخر قول لي الراي ديالك في نجات. علاش غتسولها رايك؟ حيت سولتها في الكواليس. اها ما غتجاوبش على هذا السؤال. لا نفرشوا كلشي حنا. علاش غنفرشوا حنا في البرنامج حيت جينا البرنامج هذا نفرشوا اش غنفرشوا؟ وعلاش كنبغوا ندركوا حنا في الكواليس باش نبانوا زوينين قدام الكاميرا؟ اسيدي رايها فيا الا كنت انا ما تنعجبهاش سوق هذاك الا كنت ما كنعجبكش انت سوقك هذاك. لا انا كتعجبيني غير كنحرجك مي هي كتقول لك هكا. ما قالت لي والو هي قدامي ما قالت لي. لا جاوبيني دابا حيت ما تقدرش تجاوب. واش كتهضر مني انت كمورا؟ لا قولي لي. وفاء اقسم بالله ما انا نجات. لا كتقصدي انت هذا الشيء راه سميتها نجات الوافي. صافي تسميتها ما حافظهاش عادي جدا زلت لسانه مراد اخويا غدا وتعصبوا فينا بلا والو
أتي كهربتوني والله إلا كهربتوني أخويا. أون توكا فاتي صافي بليزير. لا ما عرفتش ما عرفتش أنا ما عنديش مشكل. ما غاديش نجلس إخوان سمحوا لنا. أنا جات ما عاد ما كنهضرش معاك أنت أنا جات. لا سمح لي يا حبيبي فات أخويا حدو وبغيت. لا جات ما كنهضرش معاك. لا 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 عاي سير سير أخويا مراد الله يعاونك. لا جات ما كنهضرش معاك. كنعتذر وكنعتذر فيك. نزتي فيها مراد. فين هاد الولد اللي كيدير الميكرو؟ خويا مراد نتايا اليوم ماشي ديال التصوير، خذ راحه اليوم سير ترتاح. ما بقيتش صالحه ليك انا باش نصور بيا حلقه. عندها الحق مراد. صافي ما نقدرش نصور في ظروف بحال هكا. واش انا اللي بكيتك؟ لا صافي انا ما عنديش مشكل. علاش كتبكي دابا مراد؟ الله يرحم لك الوالدين. علاش دابا ما مراد الظروف ديال التصوير بهذا الشكل هذا ما كتمثلنيش وما يمكنش نكون فيها انا. كيف ما ديما شعل العوافي كيشعل العافيه وكيقلب كيفاش يطفيها. مراد قنع الضيفه ديالو انها ترجع وتكمل البرنامج. صافي ما غتبدا حتى توجد شنو غادي تقول. والله عمرني ما طحت في شي موقف بحال هكا اقسم بالله. قبل ما نقول هذا السؤال قبل ما نقول السؤال نقول لك السؤال. كيقولوا عليك ادائك بارد في التمثيل وغير المعارف والسنطيحه اللي مخليك حاضره في الميدان، شنو تقولي ليهم من غير شكرا؟ حنا تنقولوا الله ينعل الرقاص اللي بيني وبين جمهوري الحبيب. اذا كتسبيني على انت ما سبيتيهاش بهذيك الجمله اللي قريتي. على ما كنتي شغلك؟ شغلي. واش الاداء ديالك ما فيهش سنطيحه؟ ما كاينش اللي عنده السنطيحه واقيلا بان لي في الميدان ديالنا قدك انت فهمتيني. ما تعيرينيش الله يرحم باك. ياك ما غتنفجر عليا انايا مراد. جيت عندك حيت كانت عندي صورة أخرى ودابايا غتكمل البرنامج ديالك بوحدك لأن هادشي ديالك باسل وما نقدش عليه أنا. كتسبيني في وجهي؟ ما تعيرينيش الله يرحم باك. دابايا إلا تعاود درب بحال هكاير ما تعيرينيش. واش تحمق ولا مالو؟ وكثرتي عليا بزاف. لا أنت كثرتي عليا بزاف. ما تهزش إيدك حيد من حدايا. لا ما كثرتيش. حيد من حدايا. لا كثرتي عليا بزاف. ما تهزش إيدك على المرأة أو الحاجة. لا حشومة عليك تخسري لي ليميسيون وتمشي. ما يمكنش أنت تكون بهذا الشكل هذايا والله ما يمكن. قليل الأدب وباس الكونسيبت ديالك زيرو وضيعت معاك شوف شحال من ساعة وباقي ما بغيتيش تفهم بأنك مع واحد طينة واحدة أخرى بزاف عليك باش توقف حدايا وباش تستجوبني. قليل ترابي جوال يدك. نجاة كنتي معانا في كاميرا خفية. نجاة انت عزيزة عليا نجمة مغربية كنحترمك. لا اسمح لي. لا لا تصيدة صاحبتي لا تصيدة. او ماي جاد سامو انت معاه انا معاه. النجمة المغربية نجاة الوافي ماشي انا اللي بغيت نطلع لك الطونسيون ونعبر درجة التحمل ديالك. اول واحد هو هاد الجمهور هذا. ثاني حاجة فاتي جمالي راه معانا في الطاقم ديال البرنامج. الهدف ديالنا اننا نطلعوا لك الطونسيون ونشوفوا درجة التحمل ديالك. سمحي لينا اننا تعدينا عليك. انت نجمة مغربية متألقة على الراس والعين وكنفتخروا بك. وتحية النجمة المغربية نجاة الوافي.